25 مشروعا ثقافيا جديدا استفادت منه ولاية قسنطين استعدادا وتحضيرا لتظاهرة قسنطين عاصمة للثقافة العربية 2015. ومن أهم هذه الهياكل الثقافية إنجاز أضخم قاعة للعروض تتوسع على 3000 مقعد وبمقاييس عالمية من نوع الزينيت، كانت محل معاينة موحدة لكل من وزيرة الثقافة خالدة تومي ووزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون. اليوم شفنا ما كانش مشروع اللي عنده تأخر ولا حتى بيوم، داكور دونك وتيرت الإنجاز هي ماشية. قاعة العرض ذات الطاقة الكبيرة هذه أول قاعة في كل الجمهورية بهذه السعة وبهذه الأهمية وبهذه التقنيات، زائد المرافق الأخرى. أعتقد أنها سترقى بقسنطينة إلى عاصمة ثقافية عربية صح، ولكن وطنية كذلك، لأن ستكون أول مدينة ستجد توازن تاعها نظرا للتعداد السكاني مع المرافق الثقافية الموجودة ندخلوا في المقاييس العالمية إن شاء الله. لتختتم الزيارة بجلسة عمل جمعت الوزيرين بمختلف الهيئات الفاعلة، خصوصا وأن المدينة مفتوحة على ورشات لبناء وتشييد أقطاب ثقافية متكاملة بامتياز من جهة، والحفاظ على الزخم الحضاري لهذه المدينة العريقة من جهة أخرى.